بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ندخل في الموضوع الجديد اليوم وهو مصادر الحكم الشرعي ومتعلقاته. الآن هذا الموضوع أقرب إلى الجانب الفلسفي، لذلك حندخل في موضوع المعتزلة وماذا فعلت المعتزلة، ونتكلم شوي عن الاعتزال إن شاء الله تعالى. العلماء إخواني متفقون أنه إذا كان الخطاب في الحكم الشرعي هو من الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو مصدر الأحكام الشرعية، والأدلة على ذلك كثيرة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إن الحكم إلا لله، الآيات اللي قرناها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. متفقون. الآن الاختلاف وين؟ الاختلاف بتطرحوا الفلاسفة والاعتزاليين والأشاعرة والماتريدية والفرق الإسلامية الكبيرة فيما يتعلق بمرحلة ما قبل وجود الخطاب الإلهي، سواء أكان ما قبل البعثة أو بعد البعثة لكن لم تصلهم الدعوة، كيف سيحاكم ويحاسب هؤلاء الذين لم يلتزموا بالأحكام الشرعية؟ العلماء تكلموا في هذا في عدة أقوال. القول الأول وهو قول المعتزلة. الآن المعتزلة أنت تعرف أنها ظهرت في القرن الثاني الهجري، وفكرة الاعتزال كانت نتيجة لانعزال الناس عن العلم واتباع مدرسة الأثر ومدرسة الحديث وعدم فتح المجال للاجتهاد والتفكير وإعطاء العقل قيمته في المجتمعات، أدى إلى عزوف مجموعة من المثقفين، مجموعة من أهل العلم والأدباء يعتزلوا هذه القضايا ويبدأوا يهتموا في دراسة العقل ومقتضيات العقل وفلسفة العقل. ظهرت هذه الفرقة بشكل واضح في القرن الثاني، والاسم هذا الاعتزال له أكثر من سبب للتسمية. منهم من قال هم الذين اعتزلوا الحسن ابن علي لما وافق على تسليم الحكم لمعاوية، فناس زعلت واعتزلت السياسة وسموا بالمعتزلة، هذا أسباب التسمية. منهم من قال لا، هو السبب الحوار اللي كان بين واصل ابن عطاء البصري مع الإمام الحسن البصري، وبتعرف أن البصرة كانت حاضرة الثقافة الإسلامية والعالمية في فترة من الفترات، يعني كل أدباء العالم، كل علماء العالم، كل الثقافات، الشعراء، الخطباء، الفلاسفة كانوا وين؟ في البصرة. فالحسن البصري كان في إحدى المجالس مع طالب من طلابه وواصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء من يقرأ له يعني إنسان قوي العقل، قوي الهمة، مناظر من الدرجة الأولى، فيلسوف في ترتيب الأفكار وترتيب البراهين العقلية والإثباتات، متحمس لفكرته دائما. ولاحظوا المعتزلة كلهم، الجاحظ يعني عباقرة. فلما طرح الحسن البصري مسألة الفاعل الكبيرة، هل هو كافر ولا مش كافر، فالحسن البصري من أهل السنة والجماعة على ما هو عليه السلف، فاعل الكبيرة ليس كافرا وإنما عاصي، فإن مات دون توبة يحاسب ولكنه لا يخلد في النار. واصل ابن عطاء قال له يا إمام، الله يكذب أم يفي بوعده؟ لاحظ كيف الطريقة، قال بل يفي بوعده. قال فالله سبحانه وتعالى لما ذكر الناس الذين يدخلون النار قال خالدين فيها، ما قال يخرجون، فالله عز وجل يوفي بوعده. فرأي أنه من فعل الكبيرة ومات دون توبة خالد في جهنم، خالد في جهنم، ما في خروج من جهنم، هكذا يقتضي العقل عند واصل ابن عطاء. فلما تناقش مع الحسن البصري لم يستطع الحسن البصري أن يقنعه، ولم يستطع واصل ابن عطاء أن يقنع شيخه، فماذا فعل واصل؟ اعتزل، ترك مجلس الشيخ وأخذ زاوية له في المسجد وبدأ يعني يدرس من هم على هواه، مثل عمر ابن عبيد وغيره من المعتزلة في ذلك الزمان. فماذا قال الحسن البصري؟ اعتزلنا واصل، وليس كما الرواية المشهورة أنه طرده وقال اعتزلنا يا واصل، هو ما طرده، هو ذهب. تعرفوا كيف الإنسان لما تأخذه عزته في نفسه، فقال الإمام الحسن اعتزلنا واصل، وهم لم يسموا أنفسهم بالمعتزلة، الذين سموهم المعتزلة خصومهم، هم ماذا سموا أنفسهم؟ أهل التوحيد والعدل، أهل التوحيد والعدل. الناس سموهم المعتزلة
وهم لم يغضوا من هذه التسمية، بل برروا لها بأدلة من القرآن. فلما اعتزلهم وما يعبدون وهبنا له، فالله عز وجل يعني مدح الذين اعتزلوا الكفر، وأيضا بقصة أصحاب الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، فهذا اعتزال، فوافقوا على التسمية دون أن يبدوا أي شيء من الانزعاج، ومن هناك بدأت حركة الاعتزال. وللأمانة إخواني، المعتزلة كان لهم دور إيجابي كبير في فترة من فترات التاريخ الإسلامي في الحفاظ على المنهجية العلمية والمنهجية العقلية، وحتى الرد على الخصوم، خصوم الإسلام ككل فيما يتعلق بهذه القضايا. فرأي المعتزلة في موضوع ما قبل البعثة، قالوا العقل يستطيع أن يحسن ويقبح دون الحاجة إلى التشريع. يعني الناس بمجموعها تعرف أن الصدق والأمانة والوفاء بالوعد شيء جيد وشيء حسن دون الحاجة إلى تشريع ودين، والناس بعقولها تعرف أن الكذب والسرقة والخيانة عمل قبيح دون الحاجة إلى تشريع. فقالوا ما كان العقل يصل إليه من خلال الاستقراء أنه حسن أو قبيح، الناس ستحاسب عليه حتى لو لم يأتي تشريع إلهي. وبالتالي كانوا يحكمون بمحاسبة الناس حتى لو لم تصلهم الدعوة على القضايا التي يتفق عليها العقل الإنساني الجمعي. هذا رأي المعتزلة. تفضل. يعني هل يعتبروا الفرق هذه المعتزلة خروج عن أهل السنة والجماعة؟ يعني هل طبعا خروج عن المعمول به من السلف ومدرسة أهل الحديث أن فاعل المعصية الذي يموت دون توبة ليس كافرا؟ ولا شك، لا شك هو اجتهاد مبني على أصول اقتنعوا بها من خلال أدلة قرآنية أولوها بطريقة، لأنهم قدموا العقل على النقل. يعني المعتزلة تقول العقل هو الذي يفسر النص وليس النص هو الذي يفسر للعقل، فما خالف العقل يرد إن كان من الحديث ويؤول إن كان من القرآن. يعني في موضوع الحجر الأسود، تعرفون الحديث المشهور أنه كان أبيض وسودته ذنوب الناس لما كانوا كافرين. فالمعتزلة قالوا إذا كان هذا الكلام صحيح فالعقل يقتضي أن يرجع الحجر أبيضا بعد أن دخلت الناس في الإسلام، فلما لم يرجع أبيض دل هذا أن هذا الحديث غير مقبول عقلا. كيف يكون أبيض وتسوده ذنوب البشر؟ كانوا أي حديث يتعارض مع الفهم العقلي لا يأخذ به. فبشكل عام هم أنكروا معظم الحديث. لا شك نحتاج من التوازن، لكن أحيانا إذا أنا أعطيت لعقلي الحرية المطلقة سأؤدي بنفسي إلى أن أصادم أحيانا النصوص قد لا أفهمها أنا، لكن لا يعني أني إذا لم أفهمها أن أردها. لا أرد. أهل السنة والجماعة يعتبرون المعتزلة ضالة، يعني ضلوا في لأنه فيه هسه بيجي عن صفات الله سبحانه وتعالى، الكلام عن الصفات. يعني المعتزلة بيقولوا في موضوع الصفات ما بيجوز نقول أن الصفات الله عز وجل خارجة عن ذاته. يعني ما بنصير نقول الله يتصف بصفة السمع والبصر والكلام والحياة، لأنه يقتضي هذا أن يكون الصفة والموصوف كلاهما قديم، فصار هناك إشراك، القديم ليس الله وإنما القديم الصفة والموصوف. فقالوا لا، ننكر هذه الصفات كلها ونقول القدرة هي الله والله هو القدرة. فقالوا الصفة هي نفسها الذات وليست خارجة عن الذات، كلام فلسفي. المعتزلة بيقولوا العقل يكفي ليقبح ويحسن، فما قبحه العقل فهو حرام وما حسنه العقل فهو حلال حتى لو قبحه الشرع، إلا إذا كان قرآن. وأحيانا كانوا يتصادمون مع الآيات فيؤولونها تأويلا يتناسب مع الفكر العقلي. هاي خطورة الاعتزال. إذن القول الأول مرحلة ما قبل البعثة، قالوا إن العقل يدرك الأحكام بحسب قانون الحسن والقبح، فهذا من جزء من مبادئ الاعتزال. كالكذب والقتل والخيانة أمور قبيحة بذاتها، والصدق والأمانة والتعاون أمور حسنة بذاتها، والعقل يستطيع أن يدرك وجه القبح وجه الحسن في كل منها ولو لم يتأيد ذلك بشرع يهديه إلى هذه النتائج. هل هذا الكلام له جانب من الصحة؟ يعني نحن نتفق معهم، لكن ليس على الإطلاق، لأنه ممكن العقل البشري في سان فرانسيسكو، العقل الناس اللي ساكنين في سان فرانسيسكو الآن يقبل المثلية الجنسية،
هل أصبح هذا القبول العقلي للمجتمع أو جميل صار مشروع وصار محسن؟ فهي خطورة العقل، عقل من؟ ذلك الغزالي لما كان يرد عليهم رحمة الله عليه كان يقول العقل الجمعي للأمة، وليس عقل واصل، وليس عقل عمرو بن عبيد، وليس عقل شخص، حتى ليس عقل مجموعة، العقل الجمعي. القول الثاني فيما قبل البعثة، إيش مصدر الأحكام قبل البعثة أو قبل الشرع؟ قالوا العقل لا يستطيع أو لا يستقل بإدراك الأحكام، وهي ليست بذاتها حسنة أو قبيحة. هذا القول ضد المعتزلة بشكل 180 درجة، وإنما كذلك صارت بتحسين الشرع لها أو تقبيح الشرع لها. إذا الشرع قال حسنة فهي حسنة، وإذا الشرع قال قبيحة فهي قبيحة. وطبقا لهذا الرأي الشرع هو المعيار للخير والشر، وهو المصدر ولا تكليف قبل وجود الشرع، بدليل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الآيات من سورة الإسراء. هذا رأي مين؟ الأشاعرة. الآن الماتريدية وقفوا بين الرأيين، قالوا العقل بمقدوره أن يفحص آثار الأفعال وأن يصل إلى حكم الحسن والقبيح، هذا وضع يعني لا يناقش فيه عاقل، لكن قالوا الأحكام التي يصل إليها العقل ليست نهائية، يعني ليست مطلقة، لابد أن تخضع لماذا؟ للصبر والفحص من قبل القانون السماوي، قانون الشرع إذ إن وجد. نعم، بل معرضة للخطأ، وهذا ثابت علميا، أنه أحيانا ليش احنا بسموها النظرية العلمية والحقيقة العلمية؟ متى تكون النظرية حقيقة؟ عندما تخضع للاستقراء والتجارب والفحص، تكون نسبة الخطأ 0% من خلال التجريب الحسي مش التجريب العقلي. يعني لو فرضنا في ماء في الشارع، ماء في الشارع، لأن النظريات تقول إما أن يكون ماء مطر، وإما أن يكون في تنك مي قالب والمي دفقت على الأرض، أو يكون في مسورة مي مفزورة، أو يكون في نبعة مي طلعت في شارع الدكتور أبو عمر، أو يكون في ناس عم تشطف وعم تغسل. هاي نظريات. الآن بنقول كيف تصبح النظرية حقيقة؟ أن نخرج خارج البيت ونتفحص كل احتمال، فنقول هذا مرفوض، هذا مقبول، مرفوض، إلى أن نصل إلى الشيء الحقيقة الثابتة المحسوسة، أنه والله لا، الناس عم تشطف، جيرانكم عندهم شطف، عم يشطف. إذن هذا رأي الماتريدية، فقالوا نعم ليست مطلقة، وإنما وجب أن تخضع لأحكام الشرع، فإذا خالفها الشرع وجب التضحية بها. رأي الماتريدية، إذا خالف الشرع أحكام العقول ماذا نفعل؟ لا نفعل كالمعتزلة نضحي بالشرع. قالوا وجب التضحية بآرائنا العقلية أمام الشرع، وهذا رأي وسطي ومحترم، لم ينهي أو لم يلغي دور العقل، ولم يقلل من أهمية دور الشرع. هذا رأي مين؟ الماتريدية. تفضل. عفوا، يعني نفس القضية، هاي القضية العقلية، يعني هي البشرية تسير، إذا الإنسان يلاحظ، يعني حتى الغرب خلينا نقول، يعني الناس المتعلمين والمثقفين بيسيروا من غير توجيه الشرع سبحان الله للأشياء اللي هي فعلا حسنة. لكن المشكلة في هذا الموضوع اللي ذكره الإمام الغزالي، أنه يخضع لقوة السياسة. يعني قد قوة السياسة في مجتمع ما يرى القبيح قبيحا، بقوة السياسة يصبح القبيح حسنا، فيلزم الناس بهذا القبيح. هنا الخطورة، إذا تدخلت الحكم السياسي في الدين فجيرت الدين لمصلحتها، أصبح القبيح ما يراه الحاكم والحسن ما يراه الحاكم، وهذا واقعنا الآن للأسف. كل دولة تغني على ليلى، هذا اللي تكلم فيه الغزالي، ومحاذير إطلاق العنان للعقل للتشريع ليقول هذا حسن وهذا قبيح. فمصداقا لكلام الدكتور، نعم العقل الجمعي قد يصل للتقبيح والتحسين، ولكن السلطة السياسية قد تقلب الطاولة على كل هذه القضايا، ويصبح ما يراه الحاكم لا أريكم إلا ما أرى، سواء بفرض القانون أو بالإغراء المادي بالمناصب بالأموال من تحت الطاولة. لكن نحكي على قضية الإنتاج البشري بالقوانين، وأن العقل يعني يفحص من الخير من الشر، لكن مثلا هون مثلا أنه حرية التعبير وحرية ناس أنه يعمل، هذه حرية مقدسة عند الغرب، نتج عنها يعني أحكام سيئة مثل المثلية، لكن يعني هذا حر
هو هيك يعني لا تستطيع أن تقيد تقول له لا والله ما بجوز بجوز، إنه هي حريته الشخصية. احترام الحريات بما لا يتعارض مع الإعلام أو لا يتعارض مع الفكر الذي يحكم، الفكر السياسي الذي يحكم، بدليل إنه الحجاب كان مستقبح ولا ما زال في بعض الولايات، فهذا يؤدي إلى ماذا؟ إنه التناقض، دبل ستاندرد. بس عندهم إكسيوزز يعني حجاب sense. حجاب أنا بقول الحجاب مش النقاب، حتى الحجاب غطاء الرأس يعني قصدك ال yeah. لأنه رمز ديني، رمز ديني. طب ما في ليش اليهود مثلا ما هم عندهم رموز دينية؟ قضاء سياسي وسياسي. فتدخل هي بتدخل إنه العقل قد يصل إلى الحقائق، ولكن العقل مظنة الضلال فيه موجودة. فالأصل أن لا يكون العقل له مطلق الحرية، وأن يضبط بضوابط سماوية. نقف إلى هنا.